دائما عندنا قاعدة انه لا يوجد نهاية للدروس، لا يوجد نهاية للدورات، لا يوجد نهاية للعلم. قلنا لكم الشيخ بن باز رحمه الله في آخر درس في كتاب التوحيد عندما سئل ماذا نبدأ بعد كتاب التوحيد، قال كتاب التوحيد من المحبرة إلى المقبرة. لا يوجد عندنا عالم أو طالب علم قال والله أنا اعتزل الفن، لا، هذا اعتزل الفن مغني وكذا، لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى الموت. فلا يوجد عندنا انتهى الدرس الآن، اليوم يبدأ كتاب التوحيد، اليوم تعرف قيمة هذا الكتاب وما فيه، اليوم تبدأ تذاكر وتراجع وتحفظ وتقول أن هذا الكتاب اهتم به العلماء، لابد نهتم به، لابد من دراسته، لابد من تكراره، لابد من حفظه، لابد من ضبط الأشياء التي فيه، ولابد أننا نشتغل بالتوحيد حياة القلوب. وأنه الإنسان بلا توحيد هذا ليست بحياة. فبالتوحيد تتعرف على الله، لا تفتقر إلا إلى الله، والله تسعد في هذه الدنيا. فأخواننا اهتموا بهذه الكتب، والله صحيح نحن لم نشرح الكتاب شرحا وافيا، ما شرحنا الكتاب اعتبر أن لم نشرح الكتاب، فقط تشويق لدراسة هذا الكتاب والعمل بما فيه والدعوة وتعليم الناس ونفقه ما يقول المؤلف. نعم قلنا أحيانا لعله خطأ بعض النسخ حتى تنتبه. والله أخواننا أعداء الإسلام اليوم يتكلم باسم الإسلام ويظهر أنه مسلم وعالم وهو يسب الشريعة، وأئمة الإسلام تصدوا لهؤلاء. بماذا؟ ليس بالنكت، ليس بالرسائل، لا، ليس باليوتيوب ولا بغيره، لا، ولا جوجل، لا، بالعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لزاما علي أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما علي أن أقلب هذا الدليل عليه. يقول أي دليل يأتي به مبطل من أهل الباطل، يأتي بدليل على باطل، لزاما علي أن أقلب هذا الدليل عليه. بماذا؟ استعانة بالله. تتعلم، لابد نتعلم إخواننا. هكذا تمشي الأيام، تمشي بدون علم، بدون مراجع، بدون ضبط، بدون حل الاختبارات، والله هذا لا يصلح. لابد إخواننا أننا نسير على مكان عليه السلف حقا، كيف يتعلموا، كيف يعملوا، كيف كانوا في دراستهم، في سيرهم، نعم عندنا تفريط، عندنا كذا، عندنا كذا، لكن ضع لك ساعات محددة. يا أخواننا طلاب الجامعة، مجرد ما تنتهي الجامعة تعال وابقى في المسجد النبوي ولا تخرج إلى بعد العشاء، أحسن، والله أحسن لكم، تبقى في المسجد كالمجاهد في سبيل الله، تتعلم بركة العلم، تراجع وتضبط وترتاح من هذه وسائل الاتصال وتخرج عالم. في غمضة عين سيأتيك الخروج النهائي وأنت في الجامعة الإسلامية، وقل رجعت، اخرج، ايش تصنع؟ بماذا تخرج؟ بلا محصلة، بلا شيء. السنين 4 سنين تمر كطرفة عين ولا تدري عنها، لا تضبط. تأتي إلى هذه البلاد وما تضبط كتاب التوحيد ولا البلوغ، مشكلة كبيرة والله، مشكلة. صحيح، ماذا أتيت هنا؟ رجل من الناس، كم الساعة؟ ها؟ 10 ونصف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، سامحونا على الإطالة.